مرحبا مواليد برج القوس، معكم كارمن شماس. بدي احكي عن الاسبوع من 21 اكتوبر ل 27 اكتوبر. اسبوع مهم جدا لمواليد برج القوس. ليه؟ لانه في عنا الشمس رح توصل لبرج العقرب، ورح بتدخلكم مع وصولها لبرج العقرب بمرحلة هدوء وركود. مش بالضرورة تكون مرحلة سلبية، لكن هي مرحلة بطيئة تبطأ مع كل الأعمال وكل النتائج وكل المجهود يلي انتو بتحطوه. تقريبا بتستمر حوالي 30 يوم. بدكم تستغلوا كل أسبوع، بيكون فيه يومين مهمين ويومين صعبين. بدكم تستغلوا الأيام الحلوة لتشتغلوا فيها على اللي بهمكم تحققوا بالأسبوع. خلونا نبدأ إذن كيف بده يكون هيدا الأسبوع. البداية مع يوم الاثنين 21 أكتوبر. بيوم الاثنين 21 أكتوبر الشمس بعدها موجودة برج الميزان، هيدا أمر جيد جدا. اصلا الشمس لتوصل لبرج العقرب هو الاربعاء، يوم الاربعاء الساعه 8:30 المساء بتوقيت بيروت. اذا يوم الاثنين القمر ببرج السرطان، شمس ببرج الميزان، بعد الامور جيده، بعد في مجال لتصحيح الامور، بعد في مجال لحتى تترتب الامور، بعد في مجال لتمسكي التليفون، تمسكوا التليفون وتتصلوا باحبائكم لتظبطوا وترتبوا، وفي احتمال انه يكون في برمجه، اعاده برمجه لدين ما او لعلاقه ما. ماشي الحال، ما في اي مشكل. القمر بيوصل لبرج الاسد الناري ليل الاثنين تحديدا 7:30 المساء بتوقيت بيروت. بيوصل لبرج الاسد الناري، صديق لكم، بتبلش الامور تتحسن، تتغير، تصير افضل، تصير ممتازه لكم. بيستمر هيدا الجو كل يوم الثلاثاء وكل يوم الاربعاء. بعتبر هدول اليومين بصراحه فلكيا حسب الاحوال الفلكيه هن الافضل، الاقوى حظا، الاكثر حظا، وهن يلي رح يحملوكم ويوصلوكم الى الطريق الصحيح، ورح يعطوكم مجال انكم تربحوا اكثر مما انتم بتتوقعوا. قووا قلبكم يومي الثلاثاء والاربعاء، حاولوا انه تبرمجوا وتحطوا كل اعمالكم الصعبه المهمه المعقده يلي قدامكم بهذا الاسبوع تشتغلوا عليها الثلاثاء والاربعاء. هيدي نصيحتي لكم. الاربعاء عندنا حدثين المساء، 8:30 المساء توقيت بيروت الشمس بتنتقل من برج الميزان لبرج العقرب، وبيرجع بيلحقها القمر، بينتقل من برج الاسد بيدخل لبرج العذراء. يعني صار في عندنا مكونين شوي صعبين بالنسبه لإلكم، بخلي الليل الاربعاء يكون متقلب، وما غريب انه يمكن ما تناموا كثير منيح او تفيقوا يوم الخميس مع وجع راس. شو في عندنا الخميس؟ خميس والجمعه القمر ببرج العذراء بأعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية، الشمس ببرج العقرب، يعني دخلتوا بأصعب مرحلة بهيدا الأسبوع، ويمكن تكون أصعب مرحلة من هلأ لنهاية الشهر. أصعب مرحلة، أدق مرحلة، الخطأ ممنوع، الأخطاء بتبين، كل شيء بيبين، كل شيء بيكون مضخم، يمكن ما حدا يتعاطف معكم. بدكم تكونوا حذرين، هيدي فترة يومين بيجرسوا، وبدكم تنتبهوا ما تشوهوا سمعتكم أو تخسروا علاقة أو فرصة. من أصعب الأيام أنا عم بقلكم بهذا الأسبوع، فكونوا حذرين. بيبقى هيدا الجو حتى الجمعة المساء الساعة 11:30 المساء بتوقيت بيروت، بينتقل بعد القمر لبرج الميزان، بتخف شوي الضغوط، تخف شوي. السبت والأحد القمر كمان ببرج الميزان، فقط حتى الساعة 10:30 المساء بتوقيت بيروت. ها هي الفترة يلي معقولة تترتب فيها بعض الأمور وبعض التفاصيل، فسارعوا إلى ترتيب الأمور وإلى تدوير الزوايا لحتى فعلا تقدروا تقولوا أنه نهيتوا الأسبوع على سلام. اعتذروا إذا حسيتوا حالكم أنه أنتوا مقصرين. الأكثر حظا بهذا الأسبوع هي مواليد 13 و14 ديسمبر بسبب تأثيرات كوكب المشتري. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو. إلى اللقاء، بدعكم، باي باي.